عايز اسالك على حاجه دلوقتي، في اكتر من فنان نزلوا اعمال عن الكورونا، كل واحد بطريقته، وانت كنت واحد منهم. تعال نشوف مقطع عن اغنيه الكورونا ده ونرجع تاني. في متاهات الدروب كورونا دمر كياننا، لكن صبرنا ما تغير وربي ابتلانا، ابتسم رغم الجروح وبين طعنات العلاج، كن قوي لا تبوح، محنتي حسبي كفاني. يا حمدان الاغنيه الحلوه دي، انت حببتنا في الكورونا يا والله. هاي طلعت من الخاطر وقتها. طب الحاني وتوزيعي بالظبط، عايزك تقول لنا اكتر عن الاغنيه دي، يعني اتعملت ازاي وكده. هاي الاغنيه انا كنت قاعد بس مجرد شيء في لحن اجنبي سمعته، قلت خلني استخدمه بشيء بعربي، لكن انا في الفتره هاي ما كان في كورونا يعني، بس يوم سمعت ان كورونا والمرض والوباء فكلمت شاعر مغربي ياسر السديس داسي، كلمني وكتبني الكلمات وبلشنا بيها على طول نفس الوقت، حتى فيديو كليب بعد في البيت، عشان يقول لك خليك في البيت، كل شيء في البيت. صح. الحمد لله.